لكن بجانب فجوة الغذاء راوية التي تهدد العالم، هناك فجوة أخرى تهدد أوكرانيا، وهي فجوة في التسليح. فالدعم الأمريكي لأوكرانيا يواجه عقبات فيما يتعلق بتوريد الأسلحة. هذا لأن الإجراءات التي تتبعها وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تعيق المبيعات والإنتاج. نتحدث عن فجوة بقيمة 8 مليارات دولار، بينما تعهد البنتاغون بإرساله لدعم أوكرانيا وحلفائها والعقود الممنوحة لشركات الدفاع. تنقل صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤولين في شركات الأسلحة قولهم إن تراكم مشكلات سلاسل التوريد ونقص العمالة والبيروقراطية في البنتاغون أسباب رئيسية، يعني أن مليارات الدولارات في العقود لن تترجم في النهاية إلى أرباح مالية مفيدة لشركات السلاح حتى أواخر العام المقبل أو حتى عام 2024 وما بعده حتى. ذكر البنتاغون أن عملية التعاقد الخاصة بأوكرانيا تتحرك الآن بشكل أسرع بكثير من المعتاد بالنظر إلى الحاجة الملحة للأسلحة هناك. البنتاغون أعلن تخصيص 11.8 مليار دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ بدء الصراع. معظم الصواريخ والقاذفات والمسيرات جاءت من المخزونات. منح البنتاغون 3.9 مليار دولار من العقود الجديدة لتسليح أوكرانيا وتجديد مخزونات الأسلحة الأمريكية، إضافة إلى منح 445 عقدا حتى الآن لتجديد أو دعم أوكرانيا بقيمة تزيد عن 2.4 مليار دولار، إضافة إلى 4 مليارات دولار بنهاية مارس 2023. لكن وزارة الدفاع الأمريكية تعاني من بطء إجراءات الموافقة على الصفقات بالسرعة اللازمة، رغم تأكيدها أنها سهلت وبسطت عمليات التعاقد. لكن وول ستريت جورنال تنقل عن وحيد نوابي الرئيس التنفيذي لشركة ايروفايرونمنت INC، الشركة المصنعة للطائرات بدون طيار سويتش بليد التي تستخدمها أوكرانيا وتحدثنا عنها كثيرا هنا، تنقل قوله إنه لم يرى أي تغيير في سرعة الإجراءات. نوابي يؤكد أن شركته لديها القدرة على مضاعفة إنتاج المسيرات، لكنها تحتاج إلى أن تكون العقود سارية بالإضافة إلى المساعدة في الحصول على مكونات يصعب العثور عليها كرقائق الكمبيوتر. مشاكل التوريد بدأت في الظهور الخريف الماضي مع ارتفاع معدلات تغيب الموظفين ونقص الرقائق والمكونات الأخرى، وهي تحديات مستمرة وقد تمتد لفترة طويلة في الواقع. بالطبع لا تريد شركات الدفاع المخاطرة بماذا؟ بالإنتاج من دون عقود مضمونة. حرب في أوكرانيا كشفت كذلك مشكلات تتعلق بممارسات شراء الأسلحة والتي تسببت بتدهور خطوط الإنتاج واستنزفت المخزونات. فمثلا توقف البنتاغون عن طلب بعض الأسلحة تماما خلال العقد الماضي، مثل صاروخ ستينجر المضاد للطائرات كان آخر طلب في الولايات المتحدة قبل 18 عاما. ونتيجة للطلب المفاجئ بعد السبات، قالت شركة لوكهيد إن الأمر سيستغرق عامين لمضاعفة إنتاج صواريخ جافلين التي تنتجها بالتعاون مع شركة ريثيون.